وسلم على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد روى الإمام البخاري بالسند إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا الدين ولن يكاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبصروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الزلبة. الحديث موعظة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين ولن يكاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبصروا واستعينوا بالغدوة والريحة وشيء من الزلبة. الحديث رواه البخاري. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يحببنا في دين الله ويفتح امامنا الامال الواسعه كمسلمين، ثم يبين لنا انجع السبل واحسن الطرق للوصول الى خير المسائل، ثم يحاول الرسول صلى الله عليه وسلم ان يبين لنا انسب الاوقات التي يمكن الاستفاده بها اكثر من غيرها. اما الجمله الاولى، ان الدين ولن يكاد الدين احد الا غلبه، فكثيرا ما يفهم اكثر الناس هذه الجمله على غير معناها، لان المراد هنا بالدين أوامر الله تعالى أو المراد شرع الله. فإذا كان المراد الأوامر فالمعنى أن أوامر الله تعالى لكن يسيرة جدا ليس فيها عسر ولا مشقة ولا صعوبة، وإن كان المراد الشر فالمراد أن الشر بأوامره وبنواهيه بالجانبين يسر لحياتكم، ومن أخذ به جعل مجتمعه يعيش عيشة يسر، وجعل حياته تمضي بغير عسر وبغير مشقة، وجعل اقتصادياته وسياسته وحربه وصومه يمشي على نمط فيه الراحة وفيه الرحمة، فكأنه يقول دين الله كله بأوامره ونواهيه. قد يظن بعضكم ان فيه مشقة او ان فيه عسرا او ان في هذا الدين ما لا يتفق مع رغبات النفس، فالجواب ان الدين كله سعادة ويسر، حتى الشيء الذي لا يتفق مع رغبات نفسك هو يسر لك،
وهو سعادة النفس وخير النفس لكنك لا تدري. ولو عرفت فأم الدين وقارنت بينه وبين المريض الذي يعلم الطبيب داءه فيصف له الدواء المناسب فيتناول الدواء عن السر ويأخذه وهو متألم ولكن فيه الشفاء وفيه العافية. إذا أردنا أن نأخذ بالمعنى الأول إن الدين يسر يعني إن أوامر الله يسر يمضي بنا الطريق بسهولة أيضا لكن علينا أن نحن نصحح أخطائنا. إن الأخطاء إحنا تعودنا إن لما يكون واحد مثلا بيجمع الأوقات على بعضها يبتدي تقول لي يا أخي هذا حرام ومن الكبائر ونزل في هؤلاء قوله تعالى قوم من المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني يسلون عن الصلاة. إذا قلت له ذلك قال له يا سيدي بحبحها شوية إن الدين يسر. إذا قلت الإنسان مثلا قد يسكر ويعربد وكان حرام عليه سئلت بالتقمدة بتضر صحتك وبتضر ماليتك وبتتعب حياتك وبتضيع إنسانيتك وبتهدر آدميتك إلا في أخي دنيا ممكن عصم لدن عصم الرسيم خلينا نبحبحها شوية إن الدين يسر. لما تيجي الواحدة وبتقول لها يا ستي حرام عليكي جنب عليه الصلاة والسلام بيقول سلطان من أهل النار لم أرى دمه بدأ بالسنة بتاع السكات فقال نساء سافيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنية البخت مائلة. قد صوت الثاني رجال معهم سياط كأزناد البقر يضربون بها وجوه الناس وأبكارهم. من اي حديث صحيح يبقى الاثنين دول متحصلوا الجنة. وفي رواية ان المرء النساء دول لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وان ريحها لا يوجد من مسيرة الخمس مئات سنة. يبقى ومعنى كاسيات عاريات يعني جزء نفسي وجزء عريان فلهن عاريات الى النهاية ولهن نفسيات الى النهاية. يبقى هذا خطأ وهذا حرام. قالت لك لا مش حرام. ليه؟ كما استاذ الجامعة بيدخل مثل ما قالت الاخت اللي طلعت منها ما استاذ الجامعة بيدخل على البنات وهم عريانين كما الست حرامك قعد مع الست وهي عريانة وما دام الست حرامك قعد يبقى مش حرام. ودي الغلطة اللي انا مدلتلها يعني انا ليه قلت غلط ان واحد يتكلم في الدين او ينتمي الى الدين فيجلس في مظهر عام مع امرأة لا تلبس الملابس الطوعية. ليه قلت كده؟ قلت وما ذكرت السيف ان هذا سيؤخذ حجة على المسلمين فيما بعد. فإذا قلت يا ناس حرام أنا نفس العملية استدل بإيه؟ بأستاذ الجامع. طيب أستاذ الجامع حجة طب افرض إن أستاذ الجامعة ده بيسكر افرض إن أستاذ الجامعة يفتي بنات عاريات ونسيان عاريات يبقى ده حجة؟ ما مفيش حد حجة على الإسلام. الإسلام حجة على عباد الله جميعا.
فلما تيجي تبني من هذا حتى احنا لو سألنا الاهل انه بيقدم البرنامج الدنيا قلنا لهذا حرام ام حلال؟ لو سألوها يقول لهم حرام. فاذا قيل طب ولما تجلس يمكن يقول على سام ابي الدين. طب اراك لو حسن ايوب مثلا ام ليلة ايه داخل قاعد في مجلس فيه خمر، ولما قلت له ليه بتدخل قالوا اصل انا بتكلم في الدين. حد هيقبل كلام حسن ايوب؟ ده وضع طبيعي يا سامي، يعني يمكن طب اشمعنى ما قدمتش البرنامج ده راجل ليه؟ هو ما فيش بلد الدين ابدا يا تلفزيون، ما فيش رجاله على كم قدم الدين مقدمه ضروري بتاعة الخمر يعني. اما هجومي على الست عراوي انا صحيح هجمت الست عراوي في المسجد ده وفي مسجد سعد الثامن وفي مسجد الخلدون. قلت الاتي، قلت ان الست عراوي جاء في رمضان فاسعل النفوس واضاء الطريق ووجه الناس الى الاسلام وكان عملا سيدا جدا، لكن حصل ان الست عراوي طلبه النساء في رمضان ان يلقي مصادرة للنساء فاشترط شرطين. الشرط الاول ان لا اختلاف بين النساء والرجال، الشرط الثاني ان كل امرأة تأتي لابسة ملابس شرعية. فقلنا له نو لا نقبل. فلما ذهب الست عراوي اردنا الانتقام من الشيخ سعراوي ومن منهجه الديني ومن الاثارة الدينية اللي عملها ومن الاثر الطيب الذي تركه، فجاءت النساء بامامة واجلسنا الامامة امام المرأة اللي نفسها برج ملابسها عارية وصارت تسأل الامامة ما قولك في نفس المرأة؟ قال لها زين بنات الجامعة كان دين الحاجات اللي احنا لابسينها دي. قال لهم ولا حاجة، القرآن قال يبنين يبنين يعني ملك دين. قال ما زاد القرآن عن كلمة يبنين. طب ما معنى يبنين يا استاذ يبنين؟ وانت فقل اراد المفسدون ان يضيعوا اثر الشيخ سعراوي فتعلوا هذا بعد رمضان. فطبعا الكلمة دي اخذت، بدل ما يقولوا هاجم الستات يقولوا هاجم الشيخ سعراوي. اعيد هجوم الشيخ سعراوي وثابت في هذا المسجد. انا قلت هذا الكلام في المحاضرة اللي جاءت بعد رمضان مباشرة، ثابت هنا في السرير من الاسرتها، لو رجعت لها هتجدوها موجودة. هل هذا يعتبر هجوم على الشيخ سعراوي؟ يعتبر هجوم، لان اللي يمدح رجل من منع نفسه عن حضور مجلس عرس يبقى ذم الراجل ده، يبقى بيذمه، لان الراجل يعتبر غلط في نظرهم يعني. هم ده اللي كانوا مع الشيخ سعراوي يا ناس كفاية. يعني يمنى لما الامور تنسيطيك على وجه الحقيقة. بعد كده اذا كان يقال ان ما يقدم من اجل اظهار الاسلام، فانا بسأل هل ذكر في برنامج المرأة واجبها من ناحية الملابس وحرمتها الحرام عليها في انها تلبس ملابس عارية، في انها تبطل مع الرجال، في انها تعيش سياستها هي وراجل في حجرة واحدة، في انها تستني بهم، في انها تطلع علشان تعمل الاغراءات اللي موجودة دي اللي بتفصل المجتمع. هل اتكلمنا في الموضوع ده ولا كل من كلام من سب؟ ايه يا استاذ حقوق المرأة في الاسلام؟
ايه المميزات؟ تنمي من يمين وشمال وما قاله الفقهاء وما لم يقولوه. انا مرضي فاكتل ونضع ونقول ليه الارضاء السكت يا شباب يا خلنا. احنا بنقول النهاردة ان الرجال يجب يتقدموا بطلب يطلبون المساواة بالنساء، لان النساء اخذوا حقوق الرجال. ده الواقع النهاردة. عندنا سبب كثير جدا لسواد الطاقة، وعندنا نساء كثيرات جدا بتقول لك انا واخد الشغله دي تسليه تسليه، اجي بطلع اقابل الناس واجلس معاهم واعيش كده يعني عيشه اجتماعيه حلوه، واطلع في سيارتي اجيب سيارتي واكون جايه، واخر النهار اخد الراجل، هي اللي تاخد الراجل ده، اخد الراجل ونطلع في حفلة حلوة في مسرحية في كلمة كاية ادخنا بالنفس كاية، يبقى نعيش في المجتمع ونتمتع بكل الحياة في المجتمع. طيب وبعدين لما تيجي تسأل هي ناس حرام يقولوا لك ان الدين طب انا بسأل دلوقتي لما بنيجي احنا نتكلم في الدين في رجال دين وفيه علماء دين، اما رجال الدين فكل مسلم رجل دين، واما علماء الدين فناس متخصصين في التوسع في دراسه الدين. وهؤلاء بنص القران يعتبرون اولي الامر وطاعتهم واجبه. دين بس لما رجل متخصص في الدين يتكلم بحكم شرع الامه تتجد، فلما رجل متخصص في الاقتصاد او في الحرب او في الجوانب الماليه او في الفلسفه، وكل كلامه احيانا قد يكون كفر او ضد مصلحة الامة، محدث بيرد محدث بيتكلم، لان موضوع يقف يعم الامة كلها ايضا. ليه؟ يقول لك ده متخصص هو حر فيما يقول، بقى ان كان عندك رأي خلي عالم متخصص يرد عليه هذا زين. لكن عندما يجي رجل الدين في الاسلام لا، ممنوع الكلام، محظور عليه، ان قال الحق يطلع ضده، وان سكت يقول تعالى شوف المساوئ يا سيدي، جماعه بيغني ورا الحصان، جماعه بيجري ورا الارنب، جماعه بيمشوا مع المواكب يفضلوا ويدمروا، لا يعرفوا كلمه الحق ولا يقولوها ولا يثبت عليها ولا 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 الى اخره. انت عارف على راي المثل فصبري يؤذيها وهجري يزورها وتنكر من قربي وتجزع من بعدي، فيا قوم هل من حيله تعرفونها اجيبوا بها واستوجبوا السفر من ربي. ان كنا رجب يقولوا غلطانين، وان كنا رجب يقولوا غلطانين، وان نصرنا ولا صرنا هيقولوا مجانين. ما الكرتونين مهزله وقائل ما هي بسيطه بالتكلفه، يعني عايزين لما نحب نتكلم في موضوع ولا كان يهمني ان يرد انسان عالم على الموضوعات العلميه باسلوب علمي، انا اكون مبسوط جدا وارد عليه يبقى ده موضوع صحيح. اما فين بعض المشايخ ملائكتهم بتطلع غير شرعيه، طب انا مالي مال الموضوع ده، انا بنتي موجوده وزوجتي موجوده وبيتي موجود، وانا طول عمري اقول انا هو زي الشمس
اللي يشوف فيها ايه بيقولهولي صغير او كبير. بيتي مفتوح للجميع. تبالوا تعالوا شوفوا. بناتي من ابتدائي بيلبسوا فرع. ولما اي واحدة بيسلمها يعني فصل البنات في مصر اكثر من مرة. وبرضو كانوا لابسين الفرع. لغاية ما نعمل التحقيق وترجع البنت المدرسة تاني. ما عنديش استعداد اخرج الجهنم لا عشان بنت ولا علشان ولد. وانا واضح جدا امام الناس كلها. لما اتكلمت قالوا ليه ما تتكلموش في الظلم الاجتماعي؟ عجبا. فقلت لا يوجد في الكويت كلها عالم واحد. انا بتكلم بمنتهى الصراحه. لا يوجد في الكويت كلها عالم واحد. اتكلم في الظلم الاجتماعي وكرر الكلام فيه ولا يزال يتكلم فيه وبمنتهى الجراءة وفي جميع المجالات اللي حصل ايوه. والاشرفة موجودة. مين اللي اتكلم؟ قلت هذا الكلام. وما خطبت قلت اليمين المستغل يعتبر اضر الناس بالمسلمين. واليسار كله المعروف سوئي او غير سوئي اضر الناس بالبشرية كلها. وانت هذا كله لا يصح. الكلام في الاغنياء في الظلمة في اللي بيفصلوا الناس في اللي بيفنشوهم في ترك الفقراء والمساكين. مين اتكلم في الموضوعات دي؟ انا بسأل بقول مين اتكلم غيري؟ من اطرافها كلها موجودة. ده احنا عندنا سنة حالها. الدراسة الاجتماعية اللي طلعنا منها المرأة والأسرة المسلمة فيها هذا الموضوع من أوله إلى آخره. ده بعض الناس هنا زعل مني لأنني قلت إن الجماعات الإسلامية إذا اتخذت من الإسلام علوا على المجتمع أو انعزالا عنه ولم تقدم للمجتمع الخدمات والمساعدات ولم تمد يدها للفقير والمسكين واليتيم فلتعلم انها بعيدة كل البعد عن الاسلام. قلت ان الامر بمساعدة الناس نزل مع العقيدة في مكة قبل ان تنزل فرضية الصيام وقبل ان تنزل الزكاة وقبل ان تأتي فريضة الحج. يبقى مفيش حد اتكلم في الموضوعات دي قبل. انا ليه بقول؟ انا بيهمني انتوا ما بيهمني حد اخر. لان احنا بنعيش في جو معين فلابد نبقى واثقين من بعض وفاهمين احنا ماشيين ازاي. ما نترفش الاخرين يفوتوا علينا. كان ممكن ارد وكيل لسه سلف جبار وصلوا وقالوا اتفضل احنا مستعدين. وبكل احترام الحقيقة كلهم حتى اللي كتبت برضه كتبت باحترام كبير جدا ما بقولش لا. فلكن انا وجدت ان الموضوع بالعكس يمكن فيه بعض النقاط انا مبسوط منها. كان ممكن هيبلغ الناس ان فيه راجل دين مسلم زعلان من اللي حاصل ده. فلما طلعت مواطني ايه انها في الجامعة لكن العملية انتشرت على مدى على الاقل 4000 واحد ارواح 3000 يبقى كويس جدا. كل من ينجحوا او يجلوا تبقى الدعوة بلغت. واحنا عاوزين نبلغ دعوتنا لليوم. يبقى احنا بالمبادئ. الحتة اللي فيها تعب شوية او يعني ما عجبتش اللي هو مهاجمة الشيخ الشعراوي. وافتكر انه ما في مخلوق يصدق مثل هذا الكلام لان الناس عارفه حسن ايوب وعارفه الخط اللي هو مصر. دي مش اول سنه دي رابع سنه. وبناء عليه طيب لما نيجي نقول كده يقول لنا ان الدين ان الدين يسر. فانا عايز اقول معنى كلمه ان الدين يسر يعني ان ستر المرأة يسر. منع المرأة من مزاحمة الرجل يسر. منعها من دخول الاجنبية عليها يسر.
لأن الأسرة أن تظهر في المجتمع بشكل مثير فتربط المجتمع وتورط الشباب وتوجد الانحلال ونجم نبحث عن الأمة القوية اللي تدفع العار. نجم الأمة انحلت وتفككت وضاع شبابها. وأول واحد حيصاب بالمصائب المرأة حين تخرج المرأة بملابس عارية بتسلم الرجال كتير، عايز 10 فساتين في الصيف و10 فساتين في الربيع و10 فساتين في الخريف و10 فساتين في الشتاء و14 ب40 يدوش اللسان. الست اللي لابسه شرعي عندها 2 بلطة للصيف و2 بلطة للشتاء، بتلبس تحتهم أي حاجة وماشية في كمال وفي وقار وفي احترام كل الناس تحترمها. حد يجري وراها، حد هيقول لها يا ستي نحن هنا، حد هيزمر لها بالسياره، لا، عارفين ان دي الفضيله تمثل على الارض. طيب ودي ولا قوه ايمانها وثباتها؟ ما لبست الملابس دي في المجتمع. يقولون اذا اردت ان تعرف المنافق على حقيقته وان تعرف المؤمن على حقيقته فانظر الى الوسط الذي يعيش فيه، فان وجدت منافقا بين مؤمنين فهو منافق حقا، وان وجدت مؤمنا بين فاسقين وهو ثابت على الايمان فهو مؤمن حقا. فالمرأة اللي بتطلع ان مرضى لابسة شرع في المجتمع المتفسح ده كله هذا دليل على صدقها وحسن ايمانها. وعلى كل حال احنا الان بنشكر الله جدا، متذكرين من 4 سنين كنا بنبحث عن 2-3 لابسين شرعي والسنة الماضية كنت لكم نريد فقط ان احنا نعمل بيئة نسوانية اسلامية، بيئة إسلامية إسلامية. قلت لكم السنة الواحد يمشي في الشارع يجد امرأة لابسة شرع، يروح السوق يجد امرأة لابسة شرع، يدخل المستشفى يجد امرأة لابسة شرع، يروح المدرسة يجد فتاة لابسة شرع، يجد مدرسة لابسة شرع. سبحان الله في السنة دي تروح الجامعة تلقي شرع، وأظن اللي فات امبارح كان في صور فتيات فيهم واحدة لابسة شرع، يعني طلع استثناء واحد 10% البنت دي معناه ان في 10% لابسين شرع. تمشي تجد المستشفيات فيها لابسات ملابس شرعية، المستشفيات، المدارس، في مدرسات وفي طالبات وفي المتوسط بنات لابسين ملابس شرعية. الله أكبر. يبقى ده اللي كنا بنتمناه ربنا بيحققه. انتوا من هنا دلوقتي كل واحد منكم يلبس بنات ونسان شرع ويمشيهم، ما تركبوهمش سيارات، مشوهم اول ما تطلع الشارع خليهم يمشوا 5 وبعدهم 5 وبعدهم 5، اعملوها مظاهره علشان نكسر ثواب الجو الاسلامي. اذا لم نعمل ذلك علشان نتفضى الغرباء، احنا ما عايزين نتفضى الغرباء، والراجل ما بيستطيع يظهر الاسلام لان بقى ايه اللي حيظهر من الاسلام فيه الا لو بقى تركت دقنا، والا سنصل الله بالصلب، ما حدش عارف اللي بالصلب. لكن مين اللي بيظهر الاسلام حقا؟ المرء. يبقى احنا حريصين على هذا، وفي نفس الوقت بنقدر. يعني انا بحب اقول من دلوقتي ليس معناه ان بقول ان في واحده عاريه او ان امراه بتقع في الحرام بسبب الثوب، ليس معناه ان هذه المراه تعتبر صاحبة صاحبة او من جيب صاحب. ما بنقول كده. قد تكون المرء من البيت اصيل. انا قلت لكم ان كان في القاهرة بنات بيصوم الاثنين والخميس لابسين الملابس القصيرة، ولما كنا بني اللهم هذا حرام، ولما ان دخل الاسلام في الملابس فهم ان الاسلام ملوش دخل. فلما قدر يكون واحدة طيبة وبتصوم وتصلي وتصلي النوافل وتصوم النوافل ولابسة عريان،
لكن هل هذا معناه ان اللبس ده يرضاه الله؟ طبعا لا. الكلام ده من عندنا؟ لا. احنا كلنا محكومين بدين الله. اللي يجيب لنا دليل على اباحة هذا فبروحه هاتوه. أم ايه اللي خلينا عذب مراتي وعذب بنتي ونخلي الثاني يعذب مراتي ويعذب بنتي والثالث والرابع؟ ما تروح تجيب فتوى بس فيها أدلة. هاتوا قرآن ثاني ولا حديث ثاني. أما اللي يفتوا كتير هتلقوا كتير من اللي بيفتوا. ما في ناس بيفتوا بإن الصلاة أخرى مش لازمة ولا الصوم ولا الزكاة ولا الحج. ويقول لك الإبرة بالقلب. طب بص كده في الطريق في أي حتة تجد اللي بيفت في الدين هو اللي عمره ما شم ريحة الدين وبيفت في النهر. انت مين كافرين لحسن أيوب ولا عمك حرمتك ولا عمك طرطوس؟ ده مسألة احنا يلا بخلطها وصلى مع عن حد يشبه يا ناس حرام. طيب وصلت شوية بقى في المحاضرة بتاعتها معلش. احنا كنا اتكلمنا عن وصاية الرسول عليه الصلاة والسلام. تذكروا ان احنا بنتكلم عن الوصاية كلها. ان هناك امور الرسول عليه الصلاة والسلام اوصى بها في اخر حياته. ومعنى الاوصاء بها ان نهتم بها جدا الى ابعد حد. فاوصى بالانصار من الفرقيات. اوصى بالانصار واوصى بالمرء واوصى بالمملوك مملوكين واوصى بالضعفاء. عرفنا ده. اما من المعاني اللي اوصى بها فاوصى بالصلاه حتى في اثناء الاحتضار. قال الصلاة الصلاة ومن ملكت أيمانك. قال الصلاة الصلاة ومن ملكت أيمانك. أوصى بألا نتخذ قبورنا مساجد. قبور الانبياء او قبور الاولياء لا نتخذها مساجد. يعني نصلي الى القبر والقبر امامنا تعظيما له. لان هذا نوع من العبادة يوصل الامة الى الشرك. وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. يحذر ما صنع. وأوصى صلى الله عليه وسلم بأن تغلق جميع الأبواب التي لبيوت المهاجرين والأنصار اللي مفتوحة في المسجد. كل الأبواب تسد إلا باب أبي بكر. وقال لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت ابا بكر خليلا. وامر ان يصلي ابو بكر بالموت. ولما سمع صوت عمر يصلي غضب وقال يأبى الله ذلك والمؤمنون يأبى الله ذلك والمؤمنون يأبى الله ذلك والمؤمنون. وقبل ان يخرج جهز جيشا لغزو الروم بقيادة أسامة ابن زيد بن حارثة. وكان أسامة عمره 17 عاما. ثم قبل أن يموت على الصفحان أوصى وأكد بإرسال هذا الجيش وقال أنفذوا بعث أسامة. حتى لما سمع في ناس بتعترض عليهم الصغار وانه لم يتدرب على القتال فحامل على نفسه وخرج وصعد المنبر. ثم قال ان ناسا قالوا في أسامة كذا وكذا وقد قالوا في ابيه
مثل ذلك اللي وزيد بن حارثة قالوا في أبيه مثل ذلك وإن زيدا وإن أسامة لطليق بالإمارة يستحق أن يكون أميرا وإن أباه كان كذلك. يريد يعمل كده يعني بيقول احذروا أن تغيروا هذا الأمير. في معاني مهمة يريد إثباتها أو تثبتها في نفوس المسلمين وتأصلها في الأمة. لما الرسول عليه الصلاة والسلام جه يموت في وسط المرض كان جاله 4 دنانير من الصدقة فأمر بتوزيعها وبعدين انشغلوا بمرض عن توزيعها فلما أفاق بعد إغناء قال وزعتموها؟ قالوا لا. فغضب وقال كيف يلقى محمد ربه وعنده 4 دنانير من مال أمته؟ دي مهمة نحن نفهمها جدا. لما مات عليه الصلاة والسلام كان الدرع مرهون عند واحد يهودي لم يكن عنده طعام لنفسه ولزوجاته فأخذ شعير سمكة قرب من يهودي كان قريبا منه أخذ منه شعير ورهنه الدرع حتى إذا رد الشعير أخذ الدرع. الرسول عليه الصلاة والسلام كانت بتأتيه الغنائم كما نعلم. ترك ابنته فاطمة ابنة الحاكم ابنة الزعيم وزوجة ابن عمه سيدنا علي. وفاطمة كان يحبها حبا جما وبشرها بأنها سيدة النساء المسلمات في الجنة قبل موته عليه الصلاة والسلام ومع ذلك تركها فقيرة ليس في بيتها ما يكفيها من السعير ويجوع ولداها الحسن والحسين اليوم واليومين يجوعان لا يجدان طعام. وعلي برضه بنفس الطريقة يطلع يسيل القرد على ظهره حتى اشتكى ظهره اشتكى من المرض او اشتكى هو ظهره يعني تألم لما في ظهره من الألم. ادي جوز بنته يبقى جوز بنته اهو ادي بنته مفيش صورتها فيه وادي زوج البنت مفيش عنده حاجة. الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الشكل ولا على هذه الصورة ارسل عدالة كما قلت. انا عاوز تفتكروا لان احنا لما هندخل على الخلافة هنتكلم بالشكل ده. خرج وصعد على المنبر كما جاء في رواية وقال ايها الناس من كنت اخذت له مالا فليأخذ مال من يأخذ من مال ومن كنت دلقت له ظهرا فهذا ظهر فليستقم يعني كان يزيدني. يبقى دي صورة العدل المطلق. رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاكم العام والقائد العام يطلع ويتنط على الرعية بالشكل ده. لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام هيحصل ايه؟ وهو مات يوم الاثنين لم يدفن الا يوم الاربعاء. ففي يوم الاثنين اللي مات فيه اجتمع الانصار في مكان في وسط دور الانصار اسمه سقيفة بن ساعدة كان مثل المباركية من سقف ومكان واسع فاجتمعوا فيه
وقالوا علينا ان نختار اميرا الان، فاننا ان لم نختر الان اميرا فان المهاجرين سيقولون نحن اولى بالامارة من الانصار، فان ضاعت منا فيا ويلنا. ما تفرين ان محدث حيهتم بهم، محدث حيرعاهم، يمكن ترجع جاهلية. متعرفين معادن المهاجرين معرفة كافية. سعد بن عبادة كان في الوقت ده هو اللي موجود وزعيم الخزرج. الخزرج القبيلة الكبيرة في المدينة، وسعد بن معاذ زعيم القوس كان في غزوة الخندق. فمن اللي ممكن يولى؟ سعد بن عبادة. كان مريضا فذهبوا الى داره واخذوه واجلسوه وبدأ يتكلم. كل واحد يتكلم على اساس انه سعد هو اولى الناس بالخلافة. عمر ذكي وحريص ويقف باستمرار. ابو بكر مشغول بالرسول عليه الصلاه والسلام والامور اللي مطلوبه، عمر مفتح عينيه من الجو الخارجي. فبلغ بالحاصل الاجتماعي الذي حصل في تقيه بني ساعده، فذهب الى ابو بكر وقال يا ابو بكر تعالى انني نفسي ان يحدث امر تفترق بسببه كلمة المسلمين، فإن افترقنا اليوم فلا اجتماع للأمة أبدا. قال له ماذا؟ قال حصل كذا وكذا. قال له نذهب إليهم الآن أولا. فذهب. وبعدين سيدنا عمر يقول أردت أن أتكلم وكنت قد زورت سلاما في نفسي، أعددته وأعددت خطبة ممتازة، واذا بابي بكر يسكتني ويقول اسكت انت يا عمر. ثم يتكلم ابو بكر يقول عمر والله ما ترك ابو بكر شيئا زورته واعددت يعني لاقوله الا وقال وزاد احسن منه. ابو بكر طبعا مدح الانصار وقال لهم انتم اللي نصرتم واويتم طغى عليهم او طغى او استفر عليهم، لكن قال لهم ان هؤلاء العرب في الجزيرة العربية كلها وهم اهل النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس هتنظر الى هذا وهم قبيلته وهم المهاجرون الاولون ولهم السبق في كذا وكذا وكذا. فقال واحد على طول نعمل منا امير ومنكم امير. فقال عمر هذا اول الوهم، ده اول الضعف، اول الخساره والضياع. وقام منصف من الانصار اظن بشير بن سعد فقال لا والله ان المهاجرين لاولى الناس بهذا الامر وان العرب لا تخضع الا لهم. فقال ابو بكر بل منا الامراء ومنكم الوزراء وانتم اخواننا تساعدون. فانطلقت اصوات من الانصار موافقه، فعمر استغل الفرصة وسمع ابو بكر بيقول انا ارضى لكم واحدا من رجلين، بايعوا ابا عبيدة ابن الجراح او عمر بن الخطاب. فعمر نظر اليه وقال والله يا ابو بكر يا ابا بكر لا يقوم من ذلك لعمر ابدا وانت موجود. وقال ابو عبيدة مثله. ثم قام عمر فقال امضي يدك يا ابا بكر، تبايعت على الخلافة
فمد ابو بكر يدا فبايعه، ثم بايعه ابو عبيده، ثم قام الانصار فبايعوا، حتى سعد بن عباده بايع وبايع المهاجرين موجودون، واطمأن الجميع وارتاحت نفوسهم بسرعه وضاع اي شيء في النفس. وذهب ابو بكر كخليفه يصدر الاوامر ويامر بتنفيذها فيما يختص بغسل النبي عليه الصلاه والسلام وتكفينه ودفنه والامور المطلوبه الى اخره. والامر ده كله موجود في اشرطه الخلفاء الراشدين، موجود بتوسع. حكم ابو بكر وجاء موته بعد سنتين تقريبا. ابو بكر دانت منيته واحس انه هيموت، فماذا فعل؟ استشار الصحابه اللي موجود في المدينه من كبار الصحابه، استشارهم فاثاروا عليه، فخرج من مسورتهم بامر وهو انه عهد بالخلافه قبل موته لعمر بن الخطاب. يبقى ابو بكر اختير بالمساورة، وعمر اختير بالمساورة. ابو بكر بايعوه، وعمر بعد ان اعلن ابو بكر انه اختاره جاء الناس فبايعوه، والناس كانوا يبايعون عن رضا. جاء هذا ببيعة وهذا ببيعة، وجاء هذا بمسورة وهذا بمسورة. عمر قضى سنية خلافته، ثم ضربه ابن ملجم. ابو الولاء المجلسي، ابو الولاء ابن ملجم ضرب سيدنا علي. ابو الولاء المجلسي ضرب عمر بن الخطاب بحنجره، فوقع عمر وهو يصلي بعد ان كبر لصلاة الفجر، ثم عمل واخرج، وكلما تقوه شيئا خرج من امعائه، فعرف انه ميت لا محاله. فماذا فعل؟ ايضا استشار المسلمين، كل الكبار فيهم كلهم وذوي الرأس استشارهم. وبعد الاستشار قرر رأي معين، قالوا له فيما قيل له يا امير المؤمنين يل علينا عبد الله بن عمر. فقال لقائل هذا الكلام يكفي آل الخطاب ان تولى منهم رجل، اتريدون ان تقسموهم جميعهم في النار؟ يكفي آل الخطاب ان واحد تولى الخلاف، انت عايزين تودوهم كلهم جهنم؟ نظر نظرة اخرى هنتكلم عنها فيما بعد. ثم اختار ستة من الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وقال الستة دول بعد ما موت عليهم ان يجتمعوا ويختاروا منهم واحدا خليفة، لان وجدوا المسلمين راضين عن هؤلاء الستة. من بين الستة سيدنا علي وسيدنا عثمان. فبعدهم الستة اجتمعوا في عملية طويلة، واستقر رأيهم اخيرا على تولية عثمان. فلما اختاروه جاء الناس فبايعوه. يبقى عثمان جاء ايضا بمسيرة، وجاء عثمان ببيع، بايعه المسلمون. بعد 12 سنة من حكم عثمان
استشهد عثمان وذبح في داره كما علمت. موجود الكلام ده في الأطرسة في الفتنة اللي حصل نتيجة الثورة. الثورة اللي ألفها واللي أثرها اليهود في هذا الوقت بقيادة عبد الله بن سبأ. فجاء الثوار واختاروا عليا. علي كان في موقف لا يقصد عليه، وكان بين امرين، اما ان يرضى واما ان يحصل قتل في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزداد الثوره وتتفاقم الفتنه. فرضي علي ان يتولى الخلافه في اقرب الاوقات. هي سيدنا علي بعد كده بعد 5 سنوات وحصل ان عبد الرحمن بن ملجم قتل واستشهد عليه وبدات الفتنه ودخل متعرفين عمليه كانت بينه وبين معاويه في معركه 60 والمشكله الكبيره اللي فيها موجوده في الأسرسة على طريقه سليمه بدون تحيز واتصحح اخطاء كثيره من اللي انتم بتسمعوها. فانتهى الامر الى معاويه بدا يحكم. فلما معاويه حكم بدا يورث الحكم لابنائه، كل حاكم يورث الحكم لمن بعده من ابنائه. لكن عندما كانوا بيورثوا ايضا كانوا الولد اللي حيورثوه يحدون البيعه من الشعب. فظلت البيعه موجوده باستمرار، لكن ضاعت الصوره في اختيار الخليفه، واصبح الخليفه ياتي من الاسره الحاكمه عن طريق الوراثه. جاء هذا في عهد الدوله الامويه وفي عهد الدوله العباسيه بعدها، حتى انتقل الامر الى الدوله العثمانيه ظل الامر كذلك لغايه ما انتهت الخلافه سنه 1917. هذا موضوع طويل فيه الحق وفيه الباطل الى اخره. لما نرجع لهؤلاء الخلفاء نجد ابا بكر وعمر وعثمان وعلي في خطوط معينه تجمع بين هؤلاء الاربعه. خلاصته ان العداله المطلقه كانت جائبة كل واحد. يكفي ان ابا بكر عند موته لم يستخلف احدا من اقاربه، وكذلك عمر وكذلك عثمان. اذا المساله واضحه جدا. ثالثا كل واحد منهما عثمان كان ينفق على بيته ونفسه من ماله. ابو بكر خرج ليتاجر وينفق على ابنائه، فعمر قال له هيهات فمن للمسلمين، تعال لابي عبيده، لان الرسول صلى الله عليه وسلم سماه امين هذه الامه ليفرض لك مرتبا معاشا تاخذه. فخرج ابو عبيده للخليفه حسب قوانين النبوه، نفقة رجل وسط. الوسط ده بيركب ايه؟ يبقى بيكفي ثمار، يبقى انت وسط كفايه عليك ثمار واحده. والسلامه وثوب للشتاء وثوب للصيف وحوالي يمكن 8 دنانير في الشهر لأبي بكر وأولاد أبي بكر وأقرباء أبي بكر ومصاريف الخلافة كلها
وجاء في رواية ابن كثير أن أبا بكر عند موته قال إنني مدين لبيت مال المسلمين بمبلغ كذا، أخذته في سنتين، بيعوا أرض لي في المكان الفلاني وضعوا مالها ثمنها في بيت مال المسلمين حتى أموت وليس في رقبتي ثلث واحد أخذته من بيت مال المسلمين. فعمر قال والله أتعبت من بعدك يا أبا بكر. وجاء عمر فكان على نفس الخط، ثوب مرقع وبيت جائع وويل لأولاد عمر ويل لهم. مسألة نسيت على أشدها. وجاء بعده كما قلت عثمان وعلي. الخط هو السورة دي أنا بقولها وحنزود فيها الأسبوع الجاي. ليه؟ لندرس معنى الخلافة في الإسلام حتى نستطيع اليوم أن نرد وأن نطالب، نرد على أعدائنا ونطالب بالإسلام. يا ناس انفجر بصلب الشيعية، واللي عاملين كده وكده بيطالبوا بالاشتراكية، والاخرين بيطالبوا بالرأسمالية، وكل واحد بيقول حجته. والاسلاميون مرضى ضعفاء تعبانون. فكر خرب وعلم ضخم. وبعد كده بنجري مين وشمال. انا بقول الغلطة اللي احنا لسه فيها اسمعوها كويس يا ابنائنا، اسمعوها يا اخوانا، الغلطة ممكن الاسلام ليس فيه ما يكفي، انما الاسلام لا يوجد من درسه. الاسلام مفهوم، ارجعوا. احنا بعثة، مع الجناس علماء، مع الجناس رجال اللي درس القرآن ودرس التفاسير اللي حول القرآن مش موجودين. اللي درسوا كلام الفقهاء فيما يتصل بالحكم والكفر والغنى وحقوق الرعيه وحقوق الشعب مش موجودين. الشعب النيائي كل هذه الامور مش موجود. عشان كده بنتخبى بنرتبك بنتكرب. مره واحده بس عايزين نرجع. وانا قلت كثيرا قلت روحنا السكن من المخاوير الطويله ومن العناء الكبير ومن التخبط اللي بتعيشوا فيه. تعال اجمعوني شويه متخصصين ونسمع حقائق الاسلام سنه واثنين وشوفوا دول ايه اللي هيجدوه في الاسلام. حينئذ انا متاكد ان لو درس هذا الاسلام على اعضاء مجلس الامه في اي بلد كل واحد منهم مهما كان هيطالب بالاسلام وحده، لان فيه الانصاف المطلق والعدل المطلق والحرية التي ما بعدها حرية والمساواة التي يحلم بها البشر. ولا يوجد عند الاسلام ضعيف يئن من ضعفه الا وينزل الله العقاب على الامة كلها بسبب الناس الضعيف الذي لا ترحمه الامة. ويكفي هذا. والنهاردة الساعة لمكان تفحصني من رؤية بتاع الخريف المتكلم ده، وكان مدفون وخرج وظهر وبعدين اتكلم بإذن الله إلى آخره. والخريف كان مدفون. أنا ما قلت إن إحنا هنا مش عشان تفسير الرؤية، فأرجو من الموضوعات دي منبقاش نعملها تاني، وإحنا فاضيين من الحقائق إن إحنا نسمع الرؤى. لكن يعني عشان ما يزعلش صاحبها، هذا والله أعلم. اما ان يكون فيه مريض فربنا حيشفيه، مريض ما يقص منه ربنا حيشفيه، او حاجه ياتين من فضائها وربنا حيقضى لهم باذن الله زي كرامه اشبه بالكرامه. بعدين شاب يقيم الصلاه ويوجد بين اخواتي واخواتي، ولكن اخواتي لا يلبسوا ملابس فرعي ويؤمرهم هذا الشاب، ولكن ابوه يغضب ويزعل يعمل يدعى
فماذا يعمل؟ يعمل فيه هو عليه الاستاذ يعني في البيت اللي مهز مسلم. انا اتكلمت كتير، قلت ما استعمل الحكمة والرحبة، ومرة قصة ومرة شريط ومرة كلمة كده وكده، يعني يظل يأمر وينهى بالحكمة، يعني ما يستعملش الاسلوب السديد ويأمر على كان يكره اخواته ويكره ابوه ويكره امه فيه. طب نخسر القضية بعد كده؟ هذا هو المطلوب، ان يتحمل ويصبر ويظل يدعو بالحكمة. بعدين بيقول انا قرأت كتب دين طيب في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه لا يأتي بخير، وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين عن النذر انه لا يأتي بخير وانما يستفرد به من مال البخيل. فما بطع وفي الحديث يكون في القرآن يكون بالنذر، بنستفرد منها بكرة الدهر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. كيف يبني؟ ثم قالوا من هذا الحديث، اولا النذر اللي ينذر فيه يجب عليه الوفاء به، ولكن من اجل هذا الحديث اختلف العلماء مع كل الوفاء به واجب. هل النذر مستحب او النذر مكروه؟ فاقوى الاراء ان النذر بدون سبب جائز او مستحب بدون سبب، لان الاصل انك ما تنذر، لانك لما بتنذر بتوجب على نفسك شيء قد لا تقدر عليه. انما اذا كنت عايز تعمل حاجة تصوم تذبح، اذبح بدون نذر يا سيدي، اعزم انك هتعمل كذا بدون ما تقول علي لله نذر. هذا للنذر غير المكروه. اما النذر المكروه فقال انه مكروه وان كان الوفاء به واجبا. يعني لما تقول ان شاء الله ابني لاذبحن خروفا، فشوف يا الولد، اولا يجب تفهم ان ربنا مش عشان خروفك كفى الولد، ضروره مبدا يبقى مسلم. انما ربنا لم يقدر للولد ان يموت لان ما جالوش اجل، ولو جاء اجله ما نفع النذر ولا غيره. ثانيا تفهم ان هذا الشرط كان غلط، ما هو صح اللي هو ان كفى الله مريضه، لان يعني كانك انت لا تخرج الصدقه الا مقابل ان ربنا يعمل لك شغله. طب ما هو عامل لك ليل ونهار اهو، ما انت عايز في نعم مين؟ ولذلك الحديث قال انما يستفرد به من مال البخيل. فقال المفسرون تجد الرجل يدخل في الصدقه ويدخل في الزكاه ويدخل في كل شيء حتى يدخل على اولاده ووالديه، فاذا مرض ابنه او مرضت زوجته انخلع قلبه واصبح سخيا جدا، يا رب بس خف يا رب هذبح له 5 فرسان، وطبعا كل خروف ب 20 دولار يبقى 25 دينار، هو الزكاه كلها كانت 10 دنانير، يبقى الزكاه لما ما طلعتش صورت في وشها 90 دينار. ولذلك يعني عايز اقول ايه، ان الحديث عايز يقول ان ربنا بياخد في حقه، ما تطلعش الزكاه انت، لكن ربنا بيخليك تعمل كده وتطلع المال ولا يحسب لك زكاة وتعذب برضه بالزكاة، مع انك طلعت الفلوس اكثر من الزكاة، يبقى كان ده اكاد من الله. بعدين هنا واحد بيقول ما رأيك بقول الدكتور او دكتور الايه وهو يلقي في صباح المحاضرة وهو مش عارف ايه يختار الجرائم ما زادت وفي وحده من الطلبه قال يا دكتور ان دخل يمر مع غلاف كل الكليات، انا يا ابني يجيب الدكتور بقوله فلا وربك فلا يكون ذلك، ولكن نجد اكثر الذين يرتكبون الجرائم من المتدينين وقليل من الملحدين يرتكبون الجرائم.
والله انا يعني الكلام ده يبدو يعني افرض ان عندك دكتور ملحد، كل الدكتور ملحد